سعيد اولا باللقاء معكم والتواجد معكم. انا المحامي عبد الله عبد العزيز الفلاج، محامي مستشار قانوني من في الرياض المملكة العربية السعودية. توليت مناصب منها رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في السعودية سابقا، ونائب رئيس مجلس الإدارة الهيئة السعودية للمحامين سابقا أيضا، ورئيس اتحاد المحامين الخليجي. تواجدي بدعوة كريمة من منظمين المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور وليد عثمان كضيف شرف في هذا اللقاء، وأنا سعيد بهذا التواجد وبهذه الكوكبة القانونية الكبيرة الموجودة في هذا المؤتمر. حقيقة الملتقيات هذه فيها فوائد عديدة. أولا التعارف، وهذا شيء مهم بين المحامين العرب. ثانيا ورقات العمل التي أعدها خبراء في هذا المجال ولهم سابق وعهد كبير في المهنة، حيستفيدون استفادة كبيرة وتزيد من مهارات الترافع، مهارات الأفكار الجديدة في إدارة المحاماة، في إدارة مكاتب المحاماة. فأنا أشوف أنها دورها إيجابي جدا، وأنصح جميع الشباب اللي من يستطيع منهم الحضور في أي ملتقى كان عربي خليجي في دولي، فالاستفادة منه أكيد حيكون في استفادة كبيرة. نصيحتي للشباب الطلبة اللي على وجه التخرج أو المتخرجين الجدد، التدريب ثم التدريب ثم التدريب. لا يستعجلوا بالمسائل المادية. المشكلة أكثر الشباب اللي يعني يسعى وين الكسب المادي، لا، أنت اسعى وين المكتب اللي حيضيف لك، المكتب اللي حيدربك التدريب العالي باحترافية أكبر. المسائل المادية بالمهنة ما تجي إلا في وقت متأخر، فالصبر الصبر الصبر، يعني لابد أن من الشاب أن يكون صبور إلى حد ما يتكون ذهنيا ومهاريا بأنه يستطيع أن ينطلق. وهذه الساعة الناس تعرفك من الخبرات أكثر، من العمل أكثر، فالمستجد دائما يحتاج أن يصبر وأن يتدرب أكثر ويتعلم أكثر. دور النقابات، أنا أرى أنه هذا شيء مهم. دور النقابات من الوطن العربي مهم جدا لتطوير المهنة، لتنظيم المهنة، لمساندة الشباب والمتدربين الجدد ودخولهم في المهنة، لكسب المهارات، لعمل الدورات. احنا بحاجة لهذه الأشياء، ولابد أن الجمعيات أو نقابات المحامين أن يكون التركيز على المسار المهني. أرى أنه في يعني التجمعات العربية أو اتحاد المحامين العرب مساره مسار مختلف عن المهني. أنا لا ماني معترض على المسار الحقوقي أو السياسي، ولكن أنا أشوف الأهم المسار المهني. فالمسار المهني للنقابات وتطوير المهنة وحصانة المهنة وضمانات المحامي كلها تأتي من بيت المحامين، وهي نقابة المحامين أو هيئة المحامي. له دور متعدد، يعني صحيح أن الأساس المحكمة والقضايا، برضو أمور مكتبية للاستشارات وإدارة المكتب ووسائل التقنية الحديثة، أيضا له دور بالمجتمع، أهمها نشر الثقافة القانونية. نشر الثقافة القانونية هذه من مهمة أساسية للمحامي. الإعلام يأخذ أحيانا بالشكل الظاهري أو يستعين بمحامين غير ملمين مثلا ببعض الأمور، فيحتاج الإعلام أن يركز أن يأخذ المعلومة من الجهة المضمونة في هذا المجال، وهي النقابة أو الهيئة، هي اللي تحدد الطريقة المثلى لأي مسألة أو الحل القانوني لأي مسألة أو مشكلة أو حادثة تحصل في المجتمع. فأنا أشوف أنه الاختيار الإعلام لابد أن يكون من خلال النقابات والهيئات المحامين.
شكرا جزيلا.